بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الأهلي الليلة. طبعا في بداية الحلقة مهم جدا، يعني إن شاء الله بإذن الله كان من المفترض أن يكون معنا الأستاذ عصام شلتوت في حلقة يوم الأربعاء زي ما كلكم متعودين معنا. كل يوم أربعاء بيكون معنا الناقد الرياضي والكاتب الصحفي ورئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع الأستاذ عصام شلتوت، لكن طبعا بنتمنى له السلامة وبنتمنى له يا رب دوام الصحة خلال الفترة اللي جاية، لأن هو تعرض لوعكة صحية كده بسيطة خلال اليومين اللي فاتوا، وبالتالي النهاردة مش هيكون معانا في برنامج الأهلي الليلة. فبتمنى له يا رب الصحة والسلامة خلال الفترة اللي جاية، وبإذن الله إن شاء الله على الأربع اللي جاي بإذن الله يكون معانا ضيف ثابت كل يوم أربع زي ما كل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان بيتابعونا وبيحب بالتأكيد يسمعوا لي، أنه بالتأكيد من أحد النقاد الرياضيين سواء على المستوى الإنساني أو على المستوى الشخصي شخصية جميلة جدا وتقدر أو تحب تقعد معاه وتتكلم معاه، وعلى المستوى المهني بالتأكيد أستاذ كلنا بنتعلم منه، فبنسعد دايما من لما بيكون موجود معانا على شاشة قناة النادي الأهلي. فألف مليون سلام عليك يا أستاذ عصام، وإن شاء الله الفترة الجاية تكون ضيف ثابت وموجود معانا على طول على شاشة قناة الأهلي، والكل يطمئن عليك خلال الفترة اللي جاية. فبالتالي النهاردة إن شاء الله هيكون ضيفنا الناقد الرياضي الأستاذ ممدوح فامي، أحد النقاد الرياضيين المميزين وكاتب صحفي ليه قلم مميز جدا في جريدة ومؤسسة الأهرام. النهاردة بالتأكيد هينورنا ويشرفنا في برنامج الأهلي الليلة خلال هذه الحلقة إن شاء الله، اللي هنتابع فيها موضوعات مهمة جدا، وهنحاول نقدم محتوى مختلف شوية عن الفترة اللي فاتت، لأن خلاص بقى ابتدت الناس في أوروبا والعالم كله يبدأ يشتغل على الفترات الجاية إزاي الناس هتتابع وتبدأ تستأنف النشاط، أو حتى لو النشاط هيتأخر شوية أو الكورة هتتأخر شوية، إيه هي الحلول وهي الأولويات بالنسبة للمرحلة اللي جاية. لكن قبل ما أتكلم في هذا الموضوع وقبل ما أدخل في هذه التفاصيل، خبر مهم جدا يمكن أعلن منذ لحظات قليلة، ويمكن الخبر ده الجماهير الأهلاوية في كل مكان بتنتظره منذ فترة، وكانت في استفسارات وتساؤلات عديدة بخصوص هذا الأمر، خاصة أنك طبعا كان عندك مباريات وكان عندك أجندة مزدحمة وكان عندك يعني مسابقات إفريقية ومحلية، فبالتالي ما كانش فيه أي فرصة للحديث في متعلق المستقبل اللاعبين اللي هتنتهي عقودهم في نهاية هذا الموسم. فبالتالي الخبر في تفاصيله، لجنة التخطيط لقطاع كرة القدم برئاسة الكابتن محسن صالح وعضوية الكابتن زكريا ناصف والكابتن خالد دبيبو قرروا هيكون في اجتماع مع رباعي الأهلي الكباتن حسام عاشور وشريف إكرامي وأحمد فتحي ووليد سليمان، عقودهم بالتأكيد هتنتهي بنهاية الموسم الجاري. فبالتالي لجنة التخطيط لقطاع الكرة برئاسة الكابتن محسن صالح خدت قرار أنها تجتمع بالرباعي في حضور كل من الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة والكابتن أمير توفيق مدير التعاقدات. الاجتماع ده جاي للتأكيد على التقدير الكامل لما قدمه الرباعي خلال الفترة الأخيرة وعلى مدار السنوات الماضية، خاصة أن طبعا أن الرباعي يعني كانوا نموذج للعطاء والإخلاص، فضلا كمان على سلوكهم المميز اللي شاهد به الجميع سواء داخل الملعب أو خارج الملعب. اللجنة هتبدأ أول اجتماعاتها غدا إن شاء الله بكرة الخميس مع أحمد فتحي ثم وليد سليمان، وهيكون الاجتماع الثاني للجنة إن شاء الله بعد غد يوم الجمعة مع شريف إكرامي وحسام عاشور. هذه الاجتماعات لها علاقة بفكرة استمرار الرباعي إن شاء الله الفترة الجاية ومصلحة كلا الطرفين، مصلحة النادي الأهلي ومصلحة الرباعي النجوم اللي بالتأكيد بنسعد دايما بوجودهم داخل القلعة الحمراء ولهم رصيد طويل جدا سواء مع الإعلام أو مع الجماهير أو مع الإدارات المتعاقبة لقطاع الكرة في السنوات السابقة، عندهم رصيد طويل جدا من البطولات سواء المحلية والإفريقية. فبالتالي في إطار العمل المؤسسي، اللجنة المسؤولة عن قطاع كرة القدم برئاسة الكابتن محسن هيكون عندها اجتماعات خلال الفترة اللي جاية، وتم تحديد كمان المعدل الزمني أو المواعيد الزمنية المتعلقة بالاجتماع مع الرباعي. بكرة إن شاء الله هيبقى الاجتماع مع أحمد فتحي ووليد سليمان، يوم الجمعة مع شريف إكرامي وحسام عاشور، عشان يتم وضع الخطوط العريضة بالنسبة للمرحلة القادمة وتجديد عقود الرباعي خلال الفترة اللي جاية، وإن شاء الله يكون في مصلحة اللعيبة ومصلحة النادي الأهلي إن شاء الله خلال الفترة الجاية، لأن بالتأكيد النادي الأهلي بيعمل في إطار مؤسسي من خلال جهاز فني بيحدد أولوياته، قطاع كرة مع إدارة التعاقدات بتقعد مع اللعيبة وبتشوف المرحلة الجاية المناسب بالنسبة للاعب والمناسب أيضا بالنسبة للنادي، عشان إن شاء الله عجلة البطولات والانتصارات تستمر من خلال هؤلاء النجوم اللي بالتأكيد بيسروا الحياة الرياضية وبالتأكيد تحديدا داخل مقر النادي وداخل قلعة البطولات قلعة النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية. استفسارات كتيرة قوي كانت بخصوص هذا الموضوع، النهاردة
وبعد بالتأكيد إيقاف النشاط ومفيش أي مسابقات ومفيش أي مباريات قارية أو محلية، تقدر تقعد وتتكلم مع اللعيبة وتشوف أطروحات المرحلة اللي جاية. كل شيء في وقته وكل شيء بأوانه خلال المرحلة الجاية، وإحنا دايما متعودين في النادي الأهلي على هذه الجزئيات، إن النادي الأهلي بيختار التوقيت المناسب اللي إمتى يتكلم فيه مع لعيبته ويشوف المناسب لمصلحة النادي ولمصلحة اللاعب أيضا كمان، سواء في تجديد عقود سواء في الموافقة على إعارات أو بيع عدد من اللعيبة، كل ده في إطار المصلحة المشتركة ومصلحة النادي بالتأكيد في النهاية عشان السنوات القادمة. مش هنسبق الأحداث، والناس ما تستعجلش في كتابة كواليس أو موضوعات، لأن دايما الجلسات دي هتبقى جلسات مغلقة، في كلام أكيد للمرحلة الجاية، وهنكون معاكم تباعا. أول ما بيكون في شيء أمر رسمي هنعلنه بالتأكيد من خلال المنبر الإعلامي لمؤسسات أو للمنظومة الإعلامية للنادي الأهلي من خلال قناة النادي الأهلي، عشان نعرف الناس إيه الجديد بالنسبة للمرحلة الجاية، خاصة تجديد عقود الرباعي اللي الكل طبعا كان بيستفسر عن هذا الأمر خلال الفترات السابقة. ده في البداية خبر مهم جدا كان لازم أبدأ بيه حلقة الأهلي الليلة. الموضوع اللي جاي بقى موضوع مهم جدا، لأن احنا كده إيه لازم نسبق بخطوة، ودايما إعلام الأهلي بيبقى سابق بخطوة ومطلع دايما على الأحداث القارية والدولية بالنسبة للمرحلة القادمة، ولازم نحط المشاهد معانا في قلب الأحداث. وفي ظل طبعا ما فيش نشاط رياضي وفي تعليق لمباريات الدوري خلال الفترة الجاية، أكيد العالم كله بيفكر في المرحلة الجاية، إيه هي الأولويات وهي أولوية الأولويات بالنسبة للمرحلة الجاية، وإيقاف النشاط ده أو تعليق المباريات الرسمية مدى تأثيره على صناعة كرة القدم الفترة اللي جاية. مش هتكلم في اقتصاديات، لأن بكرة إن شاء الله عندنا حلقة خاصة في الأهلي الليلة هنتكلم في هذا الموضوع باستفاضة، وهتكون بداية أو أولى الحلقات بالنسبة للمرحلة اللي جاية. لكن عايز أتكلم في موضوع متعلق بقرار صدر منذ ساعة أو حوالي ساعة ونص من مجلس الفيفا برئاسة جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. هربط الكلام اللي هقوله ده بتصريح صدر للأسف صباح اليوم، مش هقول طبعا الاسم أو المصدر، لكن عن طريق أحد المسؤولين لأحد الأندية بيتكلم عن فكرة إلغاء النشاط وعدم استكمال الدوري وضرورة إلغاء الدوري، وبعض المصادر بتقول إن اتحاد الكرة ممكن يفكر في هذا الأمر. طبعا مفيش حاجة رسمية من اتحاد الكرة، بس أنا بقول لكم الكلام اللي بيتم تداوله عبر وسائل الإعلام. لكن الاتحاد الدولي ومجلس فيفا برئاسة جياني إنفانتينو خد النهاردة قرارات أقدر أقول عليها قرارات تاريخية. وافتكروا تاريخ النهاردة 18 مارس 2020، وإن إزاي لو في ظرف قهري إزاي الناس تفكر في مستقبل كرة القدم وصناعة كرة القدم في العالم. الأولويات في النهاية أو الأولويات في البداية حياة الإنسان وصحة الإنسان وصحة أي بني آدم في العالم، لكن وانت بتشتغل لازم تشوف المرحلة الجاية هتشتغل عليها ازاي. هقول لكم القرارات اللي تم اتخاذها بالإجماع النهاردة من خلال مكالمة جماعية عبر الفيديو كونفرنس، نتيجة طبعا الظروف الاستثنائية اللي تسبب فيها فيروس كورونا خلال الساعات الماضية. أول حاجة، الاتحاد الدولي بدأ يفكر في إدراج تواريخ جديدة على الأجندة الدولية بعد قرار اليويفا الاتحاد الأوروبي بإرجاء بطولة أوروبا خلال هذا العام إلى العام القادم من 11/6 إلى 12/7 حتى عام 2021، وبالتالي هيتم تعديل في تقويم أو تواريخ المباريات الدولية اللي هي الأجندة الرسمية خلال الفترة اللي جاية نتيجة هذه التعديلات اللي طرأت على أجندة العمل في البطولات الأوروبية. وبناء عليها تم هذا الاجتماع وتم اتخاذ عدة قرارات. أول قرار متعلق بالأجندة والتقويم والتواريخ بالنسبة للمرحلة اللي جاية، وهيتم عقد اجتماعات لدورة عالمية مناسبة للمسابقات المحلية والقارية خلال الفترة القادمة بعد هذه التعديلات التي طرأت على الأجندة بسبب إرجاء العديد من البطولات الدولية لعام 2021، وسيتم مراعاة احتياجات جميع أصحاب المصلحة مع الحفاظ دائما على صحة جميع المشاركين كأولوية أولى. يبقى هنا في جزئيتين في متعلقة بالأجندة والتواريخ في المرحلة الجاية، أصحاب المصلحة اللي هم المنوطين بالمسابقات وصناعة كرة القدم، هي صناعة الكل حريص على استمرارها، وبالتالي مع أيضا صحة جميع المشاركين في الفترة اللي جاية. اتنين دي بقى نقطة خطيرة لازم نبدأ فيها الكلام من دلوقتي عشان الناس تعرف المرحلة الجاية العالم بيفكر إزاي، ودي رسالة بوجهها للاتحاد المصري لكرة القدم، ابدأوا
اعملوا اجتماعات وشوفوا المرحله الجايه زي ما العالم بيشتغل وبيشوف المرحله الجايه، عشان ما تطلعش اصوات من دلوقتي تقول حسب الظرف القهري والتعديلات اللي موجوده عشان احمي عقود اللعيبه مع الانديه بحيث لا اللاعب يتضر ولا النادي يتضر. طب ده هيتبعه ايه؟ لازم بالتاكيد اغير فترات القيد واتعامل مع فترات القيد حسب الظرف اللي انا تعرضت له، فبالتالي هيكون في اجتماعات اخرى الفتره الجايه عشان يتم تعديل فترات القيد، يعني موائمة مع الاحداث الجاريه في التوقيت الحالي نتيجه طبعا امتداد المسابقات حتى شهر 6 و7 وامتداد الدوريات خلال الفتره اللي جايه. فبنتكلم في الاجنده والتواريخ، بنتكلم في انتقالات اللاعبين وحمايه عقود اللعيبه الفتره اللي جايه. ثلاثه، وثلاثه دي موجهه للاتحاد المعني، الاتحاد المحلي سواء في مصر او في اي مكان في العالم، وهو صندوق هيتم تقييم الاثر الاقتصادي اللي بتواجهه مختلف الاتحادات واصحاب المصلحه في كره القدم في كل قاره لتحليل ما اذا كان هناك حاجه الى صندوق دعم خلال الفتره اللي جايه وتحديد اليات لدعم هذا الموضوع. فبالتالي لو في اي اتحاد طلع قال ما انا لازم الغي اصلي خلاص في خسائر وفي مشاكل، لا، الفيفا قال لك في صندوق هيتعمل للامر ده عشان ندعم اصحاب المصلحه سواء اتحادات او انديه او ايا كان اللي هيكون صاحب المصلحه في هذا الموضوع عشان يتم تدعيمه ماليا لعدم تعرضه لاي نتائج سلبيه او خسائر ماليه بسبب ايقاف النشاط خلال الفتره اللي جايه. اربعه هي متعلقه بمنظمه الصحه العالميه، والفيفا خد قرار بدعم منظمه الصحه العالميه ب 10 مليون دولار. فبالتالي الاتحاد الدولي من خلال هذا الكلام اقدر اقول عنوان ان هو قفل باب المصلحه الشخصيه لاي طرف بيسعى الى الغاء النشاط، لان اولويه الاولويات لدى الفيفا حاليا عدم الغاء النشاط واستمرار المسابقات خلال الفتره القادمه حتى لو هيحصل تعديل في الاجنده الدوليه، والفيفا هيعمل تعديل على اللوائح عشان تقدر تواكب العصر وتعديلات القيد تتم، عشان لو الدوري ممتد لشهر 7 لشهر 8 لشهر 9 كل دوله بالتاكيد حسب ظروفها الطبيه وحسب ظروفها الاقتصاديه، اكيد في دول ممكن تستأنف النشاط في شهر 4، في دول ممكن في 5 في 6 على حسب الظروف الطبيه والاقتصاديه اللي ممكن تتعرض لها كل دوله خلال الفتره اللي جايه، لكن في النهايه في غطاء او غطاء دولي من الفيفا لهذا الامر. فمحدش يطلع من دلوقتي يرمي بالونه اختبار على فكره نلغي النشاط ونريح دماغنا، لا، الصناعه دي مش مرتبطه بشخص ولا مرتبطه باتحاد ولا مرتبطه بنادي، مرتبطه بمنظومه كبيره. ومن دلوقتي احنا بنسبق بخطوه اهو عشان نوري الناس ونعرف الناس ازاي العالم بره بيتحرك. دي قرارات الفيفا. طيب الليجا في فرنسا عملت اجتماع النهارده وقالت اولويه الاولويات بالنسبه للليجا في فرنسا استكمال البطولات سواء للليج ا او الليج بي اللي هو الدوري الفرنسي للمحترفين او حتى الدرجه الثانيه. وقالت كمان بالنظر الى التحديات الرياضيه والاقتصاديه تعد هذه الأولوية الحيوية لمستقبل الأندية وكرة القدم الفرنسية. إذن الفيفا اشتغل وطلع مجموعة من التوصيات والقرارات. الليجا الفرنسية النهاردة اجتمعت وقررت هذا الأمر بالنسبة للمرحلة الجاية، إن هي الأولوية بالنسبة لها تكمل البطولة الاحترافية ومسابقة القسم الثاني. كمان الأمر هيكون متعلق بقرار ألكسندر سيفرين رئيس الويفا في تأجيل بطولة أوروبا. كل الأندية في فرنسا ورابطة الليجا الفرنسية أشادت بهذا القرار، لأن قالت القرار ده هيدي فرصة للأندية إن هي تتغلب على الأزمة الحالية وتستكمل المسابقة خلال الفترة اللي جاية، ومفيش فكرة نقاش إلغاء المسابقة بأي حال من الأحوال. إذن قرار فيفا، قرار الليجا الفرنسية. طيب هناك قرارات أخرى؟ طيب مين؟ بنتكلم في الصين. صحيفة ذا صن البريطانية النهاردة كانت بتتكلم إن في اتجاه إلى استئناف أو بداية الدوري الصيني إن شاء الله يوم 18 إبريل المقبل بعد الانخفاض الكبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد التي كانت منشأ المرض. فإذا الصين بعد ما تم حصر انتشار الفيروس ابتدت تفكر في استئناف النشاط القروي والرياضي يوم 18 إبريل. وزير الرياضة الإيطالي، وكلنا عارفين طبعا الكرة في إيطاليا الفترة الحالية متوقفة، و ماتودي نجم اليوفي وفي العديد من اللعيبه في ايطاليا تعرضوا لفيروس كورونا، لكن النهارده وزير الرياضه الايطالي قال ان في موعد مبدئي لاستئناف النشاط يوم 3 مايو خلال الفتره اللي جايه، واذا
ما كانش في فرصة لاستئناف النشاط في 3 مايو هيكون في اجتماعات أخرى لتحديد موعد بديل. طيب، رابطة الليجا في أسبانيا وضعت 3 مواعيد جديدة لاستئناف الدوري الأسباني. التقارير الصحفية قالت إن المواعيد المحتملة لاستئناف مسابقة الدوري الأسباني خلال الفترة اللي جاية ممكن تكون يوم 23 إبريل أو 2 مايو أو 14 مايو. وضعت 3 مواعيد فيها احتمالات لاستئناف النشاط في أسبانيا خلال الفترة الجاية حسب الظروف الطبية في حال الحد من انتشار الفيروس. قالت 23 إبريل، وقالت 2 مايو، وقالت 14 مايو. إذن أنت بتتكلم عن الناس بره بتحاول تشوف المرحلة الجاية إزاي تقلل الخسائر وتحد من أي أزمات قد تتعرض لها كرة القدم في أوروبا أو في العالم. أنا ما يهمني في هذا الأمر القرارات التي صدرت من الاتحاد الدولي لكرة القدم. أعتقد الفترة الجاية يجب أن يكون هناك اجتماعات للمسؤولين عن الكرة المصرية لمناقشة الأمر مع الأندية مستقبلاً. قرارات فيفا أكيد هيكون ليها صدى إيجابي على كل اتحادات العالم، لأن الاتحادات كلها في العالم أولوية الأولويات بالنسبة لها استئناف النشاط ووضع مواعيد بديلة الفترة اللي جاية لاستئناف النشاط. ولو في خسائر الفيفا ابتدى يتكلم على الدور والدعم اللي ممكن يقوم بيه الفترة اللي جاية. ولو في مشاكل في انتقالات اللعيبة أو في مواعيد فترة القيد، الاتحاد الدولي حل الأمر النهاردة بالقرارات اللي صدرت، وهيكون في اجتماعات أخرى الفترة الجاية للجان المختصة عشان تبدأ تشتغل على فكرة إزاي بقى نبدأ نحط مواعيد بديلة، سواء في الأجندة الدولية اللي هيتم ترحيلها ومدها الفترة الجاية، أو سواء في فترات القيد اللي هي بتبقى معروفة من شهر 7 لشهر 8، أو فترة القيد الشتوي في يناير. كل دي أكيد هتتغير، مواعيدها هتتغير نتيجة هذه القرارات اللي صدرت من الاتحاد الدولي. فعلى المستوى المحلي في مصر أعتقد الفترة الجاية أي مسؤول لما يتكلم في هذا الأمر لازم الأول يشوف الاتحاد الدولي بيشتغل إزاي، لازم يشوف الناس في أوروبا بتفكر إزاي، وما يستعجلش في أي تصريح أو في أي قرار، لأن في النهاية الصناعة دي مرتبطة بحوالي 2 مليون شخص، ليست مرتبطة بنادي ولا مرتبطة بشخص ولا مرتبطة بمصلحة شخصية. أنت في النهاية بتتكلم عن صناعة كبيرة جدا، لازم تكون حريص على استمرارها، لازم تكون حريص على نجاحها مع الوضع في الاعتبار صحة أي إنسان في هذا الأمر. الاتحاد الدولي قال في ده، قال في هذه الجزئية، قال لك صحة الإنسان مع وضع الأولويات ووضع الحلول بالنسبة للمرحلة الجاية. الناس كلها بتفكر، الناس كلها بتشتغل، والناس كلها بتشوف إزاي الأزمة دي تقدر تخرج منها. أتمنى الفترة الجاية وزي ما بقول الأخبار في أوروبا وأخبار الاتحاد الدولي أو حتى أخبار الاتحاد الإفريقي اللي لغاية اللحظة دي مش عايز ياخد قرار في موضوع السيمي فاينال لغاية لما يشوف الوضع في الكاميرون، في مصر نبدأ نشتغل على قطاع كرة القدم وعلى المستوى الرياضي، نبدأ نشوف الحلول للفترة الجاية إزاي عشان الصناعة دي ما تخسرش أكتر من كده، والناس تبقى عارفة كمان المرحلة الجاية إزاي الناس بتفكر في مواعيد بديلة، أو إزاي الناس بتفكر على إن هي تحط حلول للنشاط الرياضي والكروي في الفترة القادمة. هنحاول يكون معانا تليفونات في هذا الأمر، وهنحاول نتكلم في هذه الجزئيات خلال الفترة اللي جاية سواء في حلقة النهاردة أو الحلقات الجاية عشان مشاهدي قناة الأهلي يكونوا عارفين العالم بيفكر إزاي، واتحاد الكرة المصري لازم يشوف الفترة الجاية يفكر فيها إزاي مع الأندية المعنية، ليست الأندية ذو المصالح الشخصية. أخرج دلوقتي لفيديو أو تقرير كده، مش هقول في إطار كوميدي شوية، لكن زلاتان إبراهيموفيتش نجم الميلان دايما ليه كده يعني كلام مميز سواء هو بيلعب أو حتى خارج الملعب. طبعا في الفترات الاخيره بنعرض فيديوهات كتيره من خلال طريقه العرض اللي بتتم عبر تويتر في اطار طبعا رسائل التوعيه اللي ممكن من نجوم الكره العالميه والاوروبيه، للاسف طبعا نجوم الكره المحليه او نجوم الكره في مصر يمكن فيديوهات قليله جدا، يمكن احمد حسام ميدو وائل جمعه يمكن عدد قليل جدا اللي عمل رسائل توعيه، لكن زلاتان ابراهيموفيتش عامل مفاجاه للناس. نشوف في هذا الفيديو ايه الكلام اللي اتقال في إطار إن هو يوعي، وفي نفس الوقت كمان في إطار إن هو يخف شوية حدة الخوف والرعب ويبقى فيه سن التفاؤل بالنسبة للمرحلة الجاية. نتابع. Hi, I'm Zlatan Ibrahimovic. Italy has always given me so much, and in this dramatic moment, I want to give back even more to this country that I love. I decided together with the people who are working with me to create a fundraiser for humanity's hospitals and to use my communication power to spread the message wider. It's a serious issue and we need a concrete help that's not just about a video.
I count on the generosity of my colleagues, of all professional athletes, and of those who want to make a small or large donation according to their possibilities to kick this virus away. Together, we can really help hospitals and doctors and nurses who selflessly work every day to save our lives. Because today, we are the ones cheering for them. Let's together kick the coronavirus away and win this match. And remember, if the virus don't go to Zlatan, Zlatan goes to the virus. Remember, لو الفيروس ما جاش لزلاتان، زلاتان هو اللي هيروح للفيروس. ده بقى الرسالة اللي أنا عايز أأكد عليها للناس. طبعا زلاتان في مجمل حديثه بيتكلم على إطار التوعية، ولازم نسمع نصائح الأطباء، ولازم نكون عندنا توعية كبيرة بالنسبة للمرحلة الجاية، ومحدش ياخد الأمر بشكل هين، والكل يلتزم بالتعليمات الطبية. الستي ات هوم، طبعا تبقى موجود في منزلك، ما تحتكش كتير. لكن الختام في هذا الفيديو الجملة الأخيرة اللي هو للتذكرة، لو الفيروس ما جاش لزلاتان، زلاتان هو اللي هيروح للفيروس. دايما هي طبيعة زلاتان ابراموفيتش ان هو دايما حاد وقوي في التعامل، وصعب شوية حتى في التعامل سواء في التدريبات او في المباريات. لكن في هذا الفيديو كانت ليه رسالة مهمة عايز اوصلها للناس. اولا الناس ما تخافش، الناس بس تلتزم بمعايير الصحة والسلامة في هذا الامر، وتلتزم بالنصائح الطبية ونصائح الاطباء في هذا الموضوع، وإن شاء الله الأمر هيعدي وهيكون أمر عارض إن شاء الله على العالم كله. لكن في النهاية الجملة الأخيرة دي المهمة جدا، اللي أنت الفيروس لو ما جالكش أنت ممكن تروح للفيروس. يعني خلي عندك قوة وخلي عندك إصرار وما تخافش وما تقلقش. ودايما الحمد لله احنا في مصر تحديدا أو في المنطقة العربية عندنا إيمان بربنا سبحانه وتعالى، فإن شاء الله الفترة الجاية هتكون أحسن وأفضل بإذن الله على كل الشعوب، وربنا يسلم الجميع يا رب خلال الفترة اللي جاية. يا رب أتمنى خلال الساعات الجاية زي ما بعرض كل يوم من يوم السبت الماضي لغايه النهارده الاربع، بعرض فيديوهات لكل نجوم الكره في العالم، سواء ايفان راكيتيتش، لوكاس فاسكيز، مودريتش، زلاتان ابراهيموفيتش، حتى الفيديو اللي عمله الاتحاد الدولي فيفا مع منظمه الصحه العالميه اللي جاب فيه ارسن فينجر وجوزيه مورينيو واليو سي سي. محتاج اشوف نجوم الكره المصريه، محتاج اشوف نجوم الكره العربيه، محتاجين رسائل توعيه للشعب المصري، محتاجين رسائل ايجابيه الفتره الجايه، لأن دوركم المجتمعي مهم جدا في هذه الجزئية. ودوركم المجتمعي ده الأساس اللي بتلعب بسببه كورة، وبتلعب أساسه رياضة، لأن في النهاية الرياضة والكورة دي متعة من متاع الحياة، لكن ليك هدف أسمى من كل ده، الدور المجتمعي وتأثيرك على الناس في الشارع. ده اللي محتاج أسمعه وأشوفه الفترة اللي جاية. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل الناقد الرياضي والأستاذ ممدوح فهمي الكاتب الصحفي إن شاء الله ضيفا على برنامج الأهلي الليلة. اهلا وسهلا بحضراتكم في الفقره الحواريه من برنامج الاهلي الليله، وبيشرفنا بينورنا النهارده الناقد الرياضي والكاتب الصحفي الاستاذ ممدوح فهمي. استاذ ممدوح اهلا بيك. اهلا بك يا محمد، ربنا يديم حضرتك. والله اخبار حضرتك ايه؟ والله كل تمام، وبشكر سيادتك على المقدمه الجميله اللي سيادتك قلتها. لا دايما بنسعد بمقالاتك وبقلمك الحر في مؤسسه الاهرام. ربنا يخليك يا محمد، وجودك بالتحديد النهارده يسري الحلقه، والمشاهدين ان شاء الله يستمتعوا بهذه الفقره ان شاء الله. ربنا يخليك. طيب عايز اتكلم معاك اولا، ومش هروح بعيد. اخر حاجه صدرت وفي الاعلام دلوقتي كل اللي المفروض بيناقشها قرار الاتحاد الدولي او قرارات فيفا بخصوص الاجنده الفتره الجايه، والظرف الاستثنائي والظرف القهري اللي تتعرض له كره القدم في العالم كله. تعليقك على هذا الموضوع. خلينا اتفق معاك اولا ان في ازمه، في ازمه، وان احنا في مشكله. في مشكله بتتواجه المسؤولين كلهم على مستوى العالم بيتحركوا تمام. لكن محدش يجي يعمل ايه بقى، يعمل يطلق رصاص الرحمه من دماغه على اي حاجه. تمام، يعني سيادتك مشكورا انا او غيري، مش الغي كذا اعمل كذا، ده كلام مش منطقي ومش معقول. احنا بنقول ايه، الموسم لسه السيزون بتاعه في نصه او في منتصفه. مظبوط مظبوط، عندي فعاليات وعندي ارتباطات وعندي حاجات كتيره. في مشكله بتتعالج، في ازمه بتتعالج، لكن ما حدش يطلق راس الرحمه على اي مسابقه على الاقل حتى الان. بدليل الكاف محترم اجل التشان، هي كاس الامم الافريقيه المحليين. الكاف رحل تصفيات كاس الامم الافريقيه للكبار، الكاف لسه في كام عند دوري ابطال افريقيا. يعني ما حدش خد قرار، فما ينفعش انا على المستوى المحلي احسم قرار. ليه؟ الدنيا بتتلم. بدليل ان الصين سيادتك مشكور قلت في المقدمه
هيستأنفوا الدوري. بالظبط، شافوا الدنيا الحمد لله عندهم كويسه، فابتدوا يفكروا في استئناف الدوري في ابريل. طب اذا كانت بقى الصين اللي هي اس المرض ما احترمنا دي اللي هم جابوا لنا ده كله، هيبداوا يستأنفوا النشاط بتاعهم، احنا مش هنعمل كده؟ طبعا كان مش منطقي. فاي حد يتبرع مشكورا ويتطوع مشكورا يقول حاجه، لا يلتزم الصمت في هذه المرحله. يلتزم الصمت كمان، ان المسابقه مش بيديرها الاتحاد لوحده ولا بيديرها نادي ولا اتنين. لا طبعا، ده طبعا للاسف مفيش رابطه. ما هو لو في رابطه للاسف كانت بقت هي المنوطه. ما انا مع حياتك، بس انت بتتكلم في ايه؟ ان انت بتقول ان انت مش صاحب قرار. انا كنادي مش صاحب قرار، اللي صاحب القرار اتحاد الكوره بتاع عمر قبيه وزير وزاره الشباب والرياضه، بس انت هم اصحاب القرار. ان قال والله يا جماعه نلغي ده مفيش مشكله، قال يا جماعه مفيش، بيجي كان بتقول اشرف صبحي من الجمعه اللي فاتت قال مفيش الغاء. طبعا المساله كلها تعليق، لان هو عارف اهميه الاحداث الرياضيه وعارف اهميه الصناعه دي. انت بتتكلم في مسابقه كلفه قد ايه يا استاذ محمد؟ مليارات. هل ينفع بقى انا بجره قلم او بهواء شخص او شخصين او ثلاثه الغي ده كله؟ لا طبعا، يبقى حرام عليا، ما يرضيش ربنا. لكن انا بتكلم في مشكله، في مشكله بتتحل، بتتحل، والحمد لله رب العالمين. قالوا في مصر اسبوعين مفيش يا جماعه كذا، فالدنيا ان شاء الله ان شاء الله الناس بتفعل بقى، الدنيا تهدى، الناس بتعمل تدابيرها والناس بتاخد واخد بالها من الموضوع ده، والدوله حصل. الحمد لله ايمن بجهود كبير جدا في هذا الملف. فالاتحاد الدولي بقى جاب لك غطاء لهذا الموضوع وقال لك التوصيات بالنسبه للمرحله الجايه. تمام. بقول لسيادتك انت نادي الاتحاد الدولي هو المنوط بيه الوحيد اللي يقول كويس يورو 2020 اتاجلت لنجايه في وقت قليل جدا بعد انتهاء المسابقات، ما اعرفش المسابقه المحليه بس هي الدوري الانجليزي او الدوري الفرنسي هيخلص امتى، فهو خايف تلاحم المواسم ياثر على كاس الامم الاوروبيه، فاجل سنه، لان ايرادات نقد انا مش عارف الدوري الانجليزي هيستأنف امتى، الدوري الاسباني هيستأنف امتى، وكلهم بيصبوا فين؟ في يورو 2020، يورو 2020 مفترض انها في يونيو، طب لما انا ابدا ما اعرفش الموسم المحلي هيخلص امتى؟ فالاتحاد الاوروبي والليفا فضل ياجل سنه، ده كلام منطقي. مظبوط. كوبا امريكا فضل ياجل سنه، ده كلام منطقي عشان تلاحم المواسم. ده كمان لكن ما الغاش. الانديه والروابط ساعدت جدا بهذا القرار، لان قرار الويفا هيساعد الدوريات والروابط في الاتحادات ان هي تقدر تمد الدوريات لشهر 6. ما هو ده بول سيتك واخد القرار ليه؟ عشان لا يزنق الانديه والدوريات ولا يعمل ضغط ليها. ما انا عاوز اللعيبه اللي طالعه من الدوريات الاوروبيه تبقى فريش وجاهزه تعمل. انت بتتكلم كاس اوروبيه يورو دي يا كاس عالم رقم 2، فما كانش عنده بطوله جامده جدا ما عملهاش. فهو اليوفا فكر بشكل محترم في ايه؟ قال لك بدل ما انا هرحلها فين؟ هرحلها في اغسطس مش هينفع، عندي اولمبياد، هرحلها في سبتمبر يبقى الموسم بدا. فقال لك هرحل سنه، ده استئجار استثنائي، لكن ما لغيتش. وبعدين ما حاولتش اعمل ده ايه؟ ان انا اعلقها في ميعادها عشان ما يبقاش ضغط على اللعيبه وضغط على الانديه، يبقى انا كده استنزفت حاجه. لكن مع احترامي الناس بتعمل قرارات مدروسه يا استاذ محمد، الناس دي بتفكر بشكل عقلي وعقلاني، ما بتتسرعش، بتشوف الرؤيه ماشيه ازاي. الطلاينه كمثال من اكبر الدول الاوروبيه اصابه بالفيروس. مظبوط. سيادتك قلت مشكوره، بيبداوا دلوقتي في علاج وبقى لاخره الدنيا بتتلم عندهم. فانا ما حدش يتكلم عن الغاء او كذا، كل من ذو مصلحه في هذا الموضوع اعتقد من الافضل يلتزم الصمت. رابطه الليجا في اسبانيا وضعت ثلاث سيناريوهات. 23 ابريل. تمام. 2 مايو. تمام. 14 مايو. تمام. وفي اسبانيا يمكن قبل الحلقه ما نبدا النهارده في لعيبه في فالنسيا اكتر من لعيب تعرض لفيروس كورونا، في كذا حد في الدوري الاسباني عنده فيروس كورونا. جميل. هو بيعملوا ايه؟ خش حاجة صحي بيتعالج، بيبقى الدنيا بيلموا الدنيا، وده كويس. هو بيحط مواعيد مختلفه ليه؟ عشان يبقى عنده المساحه. حاجه هو ما قالش الغاء، هو لغايه دلوقتي مفيش حد فيهم اولويه، الاولويات كلها استكمال البطولات. هو ده فانت ده الاجنده بتاعت الاتحاد الدولي والاتحاد الاوروبي، مفيش الغاء، في نشاط مستمر. وبس سيادتك بتاخد تدابيرك، ممكن ارحل ميعاد اجل ميعاد، لكن مفيش الغاء. ليه؟ انا بتكلم في حقوق رعايه، حقوق بس، حقوق لعيبه، حقوق انديه. هل انا النهارده هو بس نتك في موضوع اتعمل حلو قوي في نيويورك تايمز، قال لك ار ذا جيمز اوفر، يعني هل اللعبه انتهت؟ عجبني قوي الموضوع، عنوان مثير كمان. انا بقول لحضرتك العنوان عجبني وعملته اهرام، وان شاء الله المفروض ينزل يعني صباح الجمعه. فانا بقول لحضرتك ايه؟ اهرام الجمعه؟ يعني طبعا لسه انا عامله النهارده وكده. فقال لك المشكله اللي عملت تضخم في ده ايه؟ او الموضوع ان احنا ما لحقوش يواجهوا، يعني ما خدنا الاتحاد الدولي والاتحاد الاوروبي ما خدش قرارات سريعه للمواجهه، يعني قعدوا يستنوا. فقال لك الانديه الاوروبيه الكبيره اللي هي سماها الانديه الاستقراطيه اتاخرت على امل ان الموضوع ما يكبرش. تمام. فالموضوع كبر. فبدا يلم بس يلم متاخر. فقال لك اصل الجشع والطمع بتاع الانديه الاوروبيه، مش كده باكد على كلامك مفيش الغاء، ان احنا اتاخرنا في المواجهه، فبدات حاله واثنين وثلاثه واربعه، فبدات ناس تعمل حاجه، بدانا بايطالينا والاسبان والاخر. فقال لك ده خلى الدنيا
بالبلدي كده فلتت من ايديهم. لكن ما حدش اتكلم الغاء، لكن قال لك بامانه لغه مصالح، لغه بيزنس في اوروبا انديه كبيره، لكن انت بتتكلم الغاء ما حصلش. طيب تعال نشارك بقى الانديه المصريه في الموضوع، لان خلاص الموضوع دخل في الجد طبعا، ولازم ناخد تجربه الفيفا والقرارات اللي صدرت لانها توصل للاتحاد المحلي. ده لازم، والانديه تشارك معانا في الحدث، واحنا لحظه بلحظه ولازم نسبق بخطوه. بالظبط كده. انا معايا على الهاتف المهندس محمد فرج عامل، رئيس نادي سموحه. باشمهندس فرج برحب بيك، ومعايا طبعا في الحلقه الاستاذ ممدوح فهم الناقد الرياضي. اولا انا بشكرك يا استاذ محمد، وبرحب بحضرتك وبرحب بالاستاذ ممدوح طبعا. ازيك يا باشمهندس؟ حضرتك يا باشمهندس بتمنى لكم التوفيق ومنورين. اهلا بيك يا فندم، وسعداء بوجودك معانا، لان هنناقش موضوع مهم جدا. اتفضل. وهو هيبقى موضوع الساعه الفتره الجايه، بس احنا لازم نسبق ونبقى دايما مطلعين على قرارات الفيفا والكاف وكل. الله يخليك يا رب. طبعا الفيفا خد قرارات وكنا بنتناقش فيها في موضوع الاجنده هتترحل، والاتحاد الدولي هيراعي ده. موضوع مواعيد القيد هيتم تعديلها الفتره الجايه بما يتوائم مع تعديلات الاجنده الفتره الجايه. حمايه عقود اللعيبه وهيتم تعديل في اللوائح عشان التوقف ده ما ياثرش على الانديه والاتحادات. وكمان هيكون في صندوق دعم للاتحادات اللي ممكن اقتصاديا تتاثر بسبب ايقاف النشاط. تعليق حضرتك وموقف سموحه والاراء اللي كانت بتتقال من البعض في نلغي النشاط ونريح دماغنا. لا انا ضد الغاء النشاط. تمام. انا ضد الغاء النشاط لان احنا في حاله مؤقته ولازم يكون عندنا نوع من التفاؤل. وطبعا الغاء النشاط ده هيعود بالضرر على ناس كتير، على كل الاطراف. تمام. وبعدين مش مهما كانت المشكله ومهما كانت صعوبتنا لازم ان احنا نسعى الى الحل. ولازم نلاقي طريقه ان احنا نخرج من هذا المأزق. وناخد اليابان عبره، اليابان قالت انا هلعب الدوره الاولمبيه مظبوط في هذا الموعد. ودلوقتي الحمد لله بدا يظهر نوع من التفاؤل، وابتدت دول عديده تعلن ان لقيت ادويه، والصين خلاص تغلبت على هذا المرض. فان شاء الله انا متفائل خير ان باذن الله هيعود الدوري. ممكن الدوري يتاخر شهر، ممكن يتاخر اقل اكتر. نحط كذا سيناريو. النهايه لابد ان احنا نكون متمسكين باستكمال المسابقه ايا كان هذا الموضوع، وده الوضع الافضل. وده الوضع الافضل بالنسبه لان الفيفا خدت قرارات، القرارات اللي خدتها الفيفا دي كلها لصالح اللعبه ولصالح اللاعب ولصالح النادي. ان طبعا فتره القيد تتغير حسب انتهاء الموسم، وان العقود تمتد لنهايه الموسم، واخد بسيادتك، وان طبعا الانديه ملتزمه بعقود اللاعبين. مش عايزه كلام. اكيد اكيد. فأنا شايف ان هي دي الخطوات السليمه للخروج من هذه الازمه. طيب الاستاذ ممدوح فهمي برضو هيشاركنا الحوار، لكن عندي سؤال. هل الانديه هتطلب من الاتحاد المصري عقد اجتماعات الفتره الجايه؟ طبعا للاسف ما فيش رابطه عشان تقعدوا وتشتغلوا وتشوفوا المرحله الجايه، لكن الاتحاد المعني بالنظام. انا بتمنى ان يبقى في رابطه، بس للاسف ما فيش رابطه. فهتعملوا ايه الفتره الجايه مع الاتحاد المصري في هذا الموضوع بعد قرارات فيفا كمان؟ لا احنا اللي بيطبق اللي الفيفا بتقوله هو ده بيبقى ميثاق العمل. صح. يعني الفيفا هي اللي بتدي الخطوط العريضه واللي بتدي الخطوط والحلول اللي بتمشي عليها الاتحادات المحليه. تمام. فالاتحاد اللجنه اللي بتدير الاتحاد كره القدم ده اللي معينها الفيفا. صح. فهي ملتزمه بقرارات الفيفا. اكيد اكيد. طب استاذ ممدوح عايز يشاركنا في الحوار لو عندك سؤال. هو بس كان مشكله يا باشمهندس فرج، النهارده لو انا لغيت المسابقه زي ما البعض بينادي، الناس اللي هتصعد هتصعد ازاي؟ واللي هيهبط هيهبط ازاي؟ ما انا كده هيبقى الموسم الجاي عندي 22 فريق، ولا عندي تصفيات كاس عالم، هعمل الدوري مجموعتين؟ ولا هيخلص امتى؟ ما ينفعش الغاء. صح؟ ما ينفعش خالص. ما ينفعش ما فيش دوله في العالم قالت انها تلغي المسابقه. ايا كانت الغاء المسابقه ده هروب من الواقع. بالظبط بالظبط. هروب من الواقع. انا ضد الغاء المسابقه. لان والا كل سنه هنلاقي اسباب نتحايل عليها ونلغي المسابقه. ونلغي المسابقه. كل على حسب المصلحه. ينفع الكلام ده خالص. بالظبط. على حسب المصلحه يا باشمهندس فرج. بالظبط. احنا بيحكمنا المصلحه العامه. تمام، لكن موقف نادي سموحه. بيحكمنا مبدا تشجيع الرياضه. تمام. خدت بالك؟ وان احنا ما نضرش بمصالح اي طرف من الاطراف. مظبوط. ولا الشركات الراعيه ولا الانديه ولا المحطات الفضائيه ولا اللاعبين ولا اي طرف من الاطراف. هو الموسم اللي فات الموسم انتهى امتى الموسم؟ مش بعد كاس الامم الافريقيه؟ في شهر 9. صح يا باشمهندس؟ الموسم اللي فات. يعني الموسم اللي فات امتد بعد بطوله الامم. صح ولا انا غلطان؟
طيب ما ايه المشكله بقى كده؟ مفيش مشكله، انا بقول صح؟ لك يعني انا ضد الالغاء. الغاء مش مرفوض، اخرنا. انا ضد الالغاء. صح كده، تمام. يبقى موقف الالغاء، الالغاء هو مبدا الضعفاء. بالظبط، مبدا الضعفاء. واصحاب المصالح يا باشمهندس برضه. طبعا تمام. اصحاب المصالح اللي بغير الصالح العام. بالظبط كده، تمام. يبقى موقف نادي سموحه وموقف حضرتك كرئيس لنادي سموحه مع استكمال النشاط، ونشوف حلول وسيناريوهات للمرحله الجايه. خاصه انا مش مع استكمال النشاط، انا مع لابد استكمال النشاط، ان هذا الموضوع لا نتكلم فيه على الاطلاق. تمام تمام. طبعا مش محل نقاش مع الوضع في الاعتبار برضو الجزئيه الاساسيه اللي احنا بناكد عليها، سلامه الناس وصحه الناس. طبعا طبعا، لان صحه الناس اهم من الرياضه واهم من كل شيء. طبعا طبعا بالظبط، لا خلاف على ذلك. لكن مع ده نبدا نشوف سيناريوهات ونشوف شغلنا طبعًا. ونبدا نشوف طبعًا. الحلول الفتره الجايه، خاصه ان في بوادر خير باينه. فرنسا اعلنت ان في دواء، وروسيا اعلنت ان في دواء، وامريكا قالت في دواء، والصين طبعا قبل كله قال في دواء. بالظبط كده، ان شاء الله باذن الله احنا نتغلب على هذه المشكله باذن الله. ان شاء الله. باشمهندس سارك، سؤال اخير، اكيد عندك لاعبين اجانب في سموحه موجودين في مصر، اكيد في موجودين. محدش سافر. محدش سافر. تمام، بحييك على هذا القرار. اشكرك. العفو. شكرا جدا يا باشمهندس، وبالتوفيق يا رب ليك ولسموحه الفتره الجايه. استاذك اتفضل. شكرا جزيلا. مكالمة كانت في وقتها جدا. انت بتكلم في حد برضه، وسموحه فريق محترم جدا مع كابتن عمرو سيبقى شكله محترم. صحيح ضايقنا في ماتش خيالي من الاهلي، لكن زي بعضه كابتن حمد ما جاش حاجه زي بعضه. لكن انت بتتكلم في حد برضه يعني بيتكلم بشكل عملي. انت بتتكلم الموسم اللي فات قلت حاجه، كان انتهى امتى؟ شهر 8. طيب اول 8 يعني اشمعنى بقى الماتش الجاي احنا بقى نحك فيه نقول يا جماعه لا بدري؟ ما ينفعش. فطالما جت ظرف طارئ، واحنا قلنا الموسم اللي فات موسم استثنائي علشان كاس الامم حصل، والاهلي قال امين ما قالش لا وكمل بعد الكاس حصل، اشمعنى بقى المره دي؟ احنا لسه ما شاء الله في شهر، لسه ما احنا في شهر 4 ولا حاجه، فالدنيا لسه معانا، لسه معانا ولسه في وقت، ولسه فما فيش داعي ما نسمعش الاحداث، نروج في فكره يعني خاطئه، لان هترجعك الكره المصريه 20 سنه ورا. نظرا ما انا الغي مسابقه، هطلع اللي تحت ازاي؟ وانا الغي ليه والعالم كله رايح في اطار تاني؟ وانا لازم امشي عكس الاتجاه؟ هقول لسيادتك خلينا في التوابع، خلينا يا عم انت بتتكلم صح وراجل غرضك حاجه كويسه. ماشي، لما انا صعد هصعد من تحت ازاي؟ ها اللي فوق تحت، اللي فوق عندي هيهبط ازاي؟ ده ما هو اكيد لو لغى فوق عايز يلغي تحت. ما هو فادي مش لا، والانديه تحت على فكره رفض. لا استنى، لا الغي تحت اظلمهم، يعني ناس بقى لها فوق النص موسم عماله تكافح وتحارب عشان تلاقي مكان. ده تحت ناقص لهم شهر ويخلصوا. بالظبط، خلاص بقول لحضرتك اهو، والصوره تقريبا شبه اتواضح مين بينافس فوق. اما اجي دول بعد الموسم ده اقول لهم متشكين عليك يا محمد مره اخرى، ده عند مين ان شاء الله؟ يبقى الكوره في ملعب اتحاد الكوره يا فندم. اي فندم اتحاد الكوره لسه حاسس، اتحاد الكوره قال يا جماعه انا مع قائد الدوله، ده كان محترم امبارح في الأرم عندنا، ده قرار محترم، لما قرار دوري وزارة الرياضة هي تقول ده صح، لكن انا بتكلم على التوابع السيئة. التوابع يا فندم، مين هيصعد من تحت؟ لو صعد من تحت أربعة وعندي فوق 18 22، مين بقى اللي يستحمل ده؟ والموسم الجاي عندي كأس عالم، تصفيات كأس عالم، وعندي حضرتك أمم أفريقية، وعندي اللي هي في الكامل 2021، عندي جدول ملوش حل. وأنا مستحيل إزاي؟ وأنا مش هروح بعيد، انا بسترشد بقرارات الاتحاد الدولي اللي هو الغطاء الدولي لكل برافو التحديات. عليك وباقي الناس، الناس مستعجله ليه يا اسمع محمد؟ هو الاهلي خلص، خلاص الاهلي الدولي خلص، خلص. خلينا نتكلم بالورقه والقلم وبالحساب والجغرافيا وكل حاجه، الاهلي خلص. بس انا بتكلم بقى الناس الثانيه اللي عايز تخش افريقيا تاني او تالت كونفدراليه حسب ما ربنا يوفقهم، الناس اللي هتصعد من تحت هتطلع من فوق، يعني الدولي خلاص خلص. بس الموضوع شوف احنا في قناه الاهلي، انا بقول لك بامانه الموضوع له علاقه بصناعه اللعبه اللي يعني بيستفيد من وراها حوالي 2 مليون شخص. تمام، وبالكره المصريه انت المصرية. بتتكلم تلغي موسم دي كارثه. بس يقول لك ايه، اصل انت بتختصرها في اثنين بطل الدوري يا فندم. الاهلي خلص، الاهلي الدوري الاهلي الموضوع منتهي، منتهي يعني. والاهلي حامل لقب سيادتك، مش هيزودوا لقب. الاهلي 41 بطوله، واقرب حد ليه 12 بطوله. ده حقيقه، انا مش بنجامل، يعني ده واقع ولا احنا بنجيب حاجه من عندنا ولا نرجع كتب التاريخ؟ اروح الارشيف واجي لك كمان شويه؟ لا ما اصل الناس اصلا بتحس ان انت بتتكلم مش ده، احنا بنتكلم في واقع، بنتكلم ده دي ارقام، الارقام بتقول ده 41 دوري واخبار سيادتك بيحلق لوحده فوق كده مع نفسه، والناس تلاقي 12 دوري وبتاع مع عدم التقييم، بس ده واقع صح؟ فاحنا لا دوري هيزودك ولا دوري ايه؟ هينقصك. انت بتتكلم مصاحب الكره المصريه، يوم الكره المصريه ما اتلغى موسم ليها ساعه لما قضى النكسه
كوره مصريه كانت ورا 10 سنين. صح 10 سنين انت بتتكلم في لعيبه قعدت في بيوتها ولعيبه ما خدتش مساحات وانديه تراجعت، بتتكلم في المنظومه كلها ضاعت. عشان ايه؟ خد سفر عصر احتراف، انت عندك عقود لعيبه اجانب، عندك عقود لعيبه عن مدربين اجانب، عندك ناس ملتزمه في اجنده. لما انا الغي ده المنتخب هيعمل ايه حضرتك؟ كابتن حسام بدا يعمل ايه؟ هجيب منين؟ هجيب منين؟ صح. انا عندي بره محترفين مع احترامي عندهم عصابة على قد الواحد زي الاول. صح؟ صح. قوامك الاساسي مين؟ عندك في الدوري، مفيش دوري، مفيش. هعمل منتخب منين؟ وانا عندي بقى اهم ما يتلم، عندي توجو ماتشين ضرب نار ما لهمش حل تاني. والله هيتلعبوا بقى مش هيتلعبوا. والله الكلام ده غلط، هيتلعبوا يا فندم. وعندي اصفاق كاس عالم وعندي موال، يعني حسام بادئ كده لا يكون فعول. فالناس تتكلم تكلم يبقى بيتكلم كلام منطقي بعيد عن الاهلي. بقول لحضرتك الاهلي خلاص الموضوع عنده خلصان. هو الفيفا كان كوره مصريه. الفيفا قال انا هنشئ مجموعه عمل لمراقبه الوضع الحالي والعمل معا عن قرب للاتفاق على نهج منسق لمعالجه عواقب هذا الوباء. تمام. اغير في الاجنده، اعدل فترات القيد، اعمل لوائح او اعدل في اللوائح عشان تحمي عقود اللعيبه. صح. وتحمي حقوق الانديه والاتحادات. تمام. فبالتالي هو حط لك الاطار اللي انت تلغي يعني. من قاموسك. صح. فكره الالغاء. ايوه. هو الفيفا بيعمل ايه؟ فيفا عارف ان الدوريات كلها محترمي يعني عارف دايره واحده، معنى ايه؟ في محترفين وفي لعيبه وفي انتباطات وفي كذا. لما انا في جاره قلم هو لا ما فيش كذا، لا انا بهد منظومه، انا بهد منظومه منظومه كامله. وبقى ممكن يقول لك ايه؟ راح حل شهر، راح حل اسبوع. هتقول لي بتاع مهيوري 2010 اجيت يا فندم مختلفه. ليه سيادتك مختلفه؟ المواعيد مرتبطه. هخلص الاجنده بتاعتي المحليه 2005 سوري في شهر مايو، مش هينفع اخش في 2000 شهر 6 كاس امم، لازم اخلص قبلها بدري. هي كده. لكن دي كوبا امريكا نفس الحكايه، لكن دوريات لا مالهاش علاقه، مالهاش علاقه. دي ان الكاف لغايه النهارده وبرسيات ما لغاش كاس امم افريقيه، لكن اجلها 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 لاجل غير مسمى كمان، غير مسمى لغايه ما الدنيا يشوف الدنيا ماشيه ازاي. فبالتالي ما سمعناش حد الغى، هو كل قال هي للاسف طلعت من تأجيل. بعض الناس في مصر. بس احنا عشان يعني الحمد لله في نفس اليوم اللي جت طلعت فيه التصريحات الغريبه النهارده الكل حتى لما بيتداولها وبيقراها ايه الكلام ده؟ ليه الكلام ده اساسا؟ اصل ممكن يكون في لعيبه عندها كورونا ومش قايله، فازاي هرجع النشاط؟ طب هو المفروض اصلا كمان الاتحاد المصري لكره القدم في التوقيت الحالي اللجنه الطبيه تدي او تطلع منشور تلزم بيه كل الانديه ان يتعمل فحص على كل اللاعبين. انت عاوز تقنعني وانت يعني انت عارف مثلا يعني لو في اطار دي فكره عاوز تقنعني ان مفيش عند في الانديه بتاعتنا حد بيكشف على اللعيبه ويعرف عندهم ايه؟ انا داخل عندكم دلوقتي اتكشف عليا. مظبوط. بقى هقول لك بقى واطمنت، فاقول لولادي اطمنوا ما تخافوش، لما يجيكم البيت ما تقلقوش. تمام. اقول حاجه اللي بيوصل لغايه هنا بيبقى الحمد لله امان. صح كده؟ مظبوط. فالناس كتر خيرهم، هل انت بتقنعني الانديه كل دي باجلات قادره وصرفه ملايين مش هتكشف على لعيبتها؟ ده في نقطه مهمه جدا وسالت فيها المهندس فرج عامر، لعبتك الاجانب سافروا ولا لا؟ قال لك ايه؟ قال لك لا موجودين. ايه معناه ايه سيادتك؟ هو عارف وعارف يبقى الدنيا تحت السيطره. يبقى الدنيا عند سعادتك ايه؟ اكيد مش وحش اصل البعض سفر. بس انا حبيت اساله السؤال ده عشان نعرف ان الناس اللي حريصه على المسابقات وحريصه على الكنوز اللي عندها، اصل اللعيبه اللي موجوده دي عباره عن انت بتتكلم عن اقدر اقول ايه؟ ماده اقتصاديه كبيره مهمه. صح. لازم صح. احافظ عليها. تمام. لازم احافظ عليها واحافظ على المسابقه واحافظ على النشاط. بالظبط. وصورتك انت قدام الناس بره بقول لك اذا كان الصينيين ما احترمنا ليهم الله يسامحهم بقى اللي عملوه بندعي لهم على الامم واخبار سيادتك يعني ما عملوش كده يعني الصينيين ما فيش عندهم يعني في لعيب من الصين كان في محتفى اعتقد في توتنهام حاجه زي كده لما راح انجلترا وكشفوا عليه وكذا يعني هذول حتى الصينيين ما عملوش ده يعني ما عملوش ده. اجي انا بقى النهارده اعمل البروباجندا دي واعمل الشبوره دي عشان هدف نفسي يعقوب الغي المسابقه عشان ليه عشان ايه؟ فده كلام يعني صفر فارغ. والمهندس فرج عامر من الشخص المحترمه قطع شكوين قال لك انا ضد الغاء المسابقه. رحل اسبوع اثنين ثلاثه غير مشكله حتى لو طلعت لخمسه طالما الظروف لم تسمح. سؤال كاس افريقيا الموسم اللي فات والدوري خلص امتى؟ شهر 8 حصل. مزبوط. انا بقول لسيادتك الدوري بتاعك هيخلص قبل 8 وفي مواعيد ولو خلص في 8 او بعد 8 مفيش مشكله يا فندم ده العالم هيغير قيد يعني مواعيد القيد كان عندك فيها ازمه لو فيها ازمه ده هيبقى العالم كله يبقى ايه مشكلتك بقى كده مفيش مشكله خلاص كده الموضوع انتهى الموضوع انتهى المفروض الناس ما تتكلمش فيه اتقفل بقى اتقفل ما حدش بقى يروج اصل احنا كذا اصل والاهلي يستحق المسابقه هو الاهلي مستني بطوله بس الاهلي يفتح دولاب كمان بس يكفي البطولات اللي عنده اللي جاي احسن ان شاء الله باذن الله طيب اولمبياد طوكيو واحنا بنتكلم مع حضرتك النهارده كان في اكتر من فيديو كونفرنس وحسب التوقيتات حسب القارات طبعا لجنه الانديه الدوليه مع قاره افريقيا كانت من 6 ل 7 تمام لو في جديد ان شاء الله مع زملائي في الاعداد لو تبلغوا في اي حاجه اكدوا اللجنه الانديه الدوليه اكدت ان اولمبياد طوكيو في موعدها حصل
طيب معلومات حضرتك في هذا الموضوع؟ معلوماتي ان حتى هذه اللحظه مع حضرتك اليابان لم تتخلى عن موعد اقامه طوكيو بلد طوكيو. وترامب اليابان جرى للصين فندم ده حدود مشترك المشترك ودونالد ترامب طلب رئيس الوزراء الياباني تعديل ميعاد كان ده نهايه الاسبوع ده قالوا لا احنا ملتزمين بالميعاد وملتزمين بكل حاجه لان امريكا عندها اكبر نسبه بتبقى طبعا بتشارك في الاولمبياد طبعا كباسه فبالتالي لغايه هذه اللحظه اليابان متمسكه بالميعاد ليه بقى؟ الناس دي منظمه قوي والناس دي عارفه عامله كل التسهيلات للوقت ده الوقت ده بتاع الاولمبياد ده الدوله كلها انا حضرت اولمبياد في الصين في نانجينغ في أربعة الدوله كلها بتبقى مسخره للهدف ده فبالتالي انت مستقطع مني في الفتره الزمنيه دي وقت هاخده يعني كل اجهزه الدوله شغاله للاتحاد ده فلما اجي اقول لهم لا مش هتعمل في ده انا الخسران مش انت ما انا خلاص انا حددت ميعاد البطوله الدوره طب ما تقول لي بقى اصل في تطورات يا فندم انا شغال ما انا بعد ما انا بامن ما انا واخد كل اجراءاتي فايه الداعي ان انا اجل خصوصا حسب ما الكلام حتى كان دكتور اشرف صفحه زي هذا المحترم اكد قال لي الفيروس ده فيروس شتوي مش صيفي فالاولمبياد اوريدي في الصيف 23/7 فبالتالي يعني ان شاء الله ما فيش حاجه فبالتالي في تامين لا واليابان دوله عاليه جدا منظمه جدا فانت رد خلاص انا وضبت كل حاجه انا باخد اجراءاتي وكل حاجه ما انتش محطه برضه قال نفس الكلام قال لغايه دلوقتي مفيش اي تاجيل للدوره الاولمبيه واحنا شغالين استعداد لعيبتنا سواء في الجيمات او كذا بيحاولوا يستعدوا فاليابان متمسكه بالميعاد وحتى هذه اللحظه الدوره الاولمبيه في ميعادها الدوره الاولمبيه في موعدها في ميعادها طيب فكره بقى ان اللجنه الاولمبيه الدوليه بقياده الالماني او برئاسه الالماني توماس باخ ان هو يعمل فيديو كونفرنس مع كل قاره على حده لدرجه حتى ان كان بيتم ضبط المواعيد عشان تبقى القاره في ميعاد مناسب لاجراء المحادثات. تمام. وصلنا لمرحله اللي احنا حتى مش قادرين نعمل اجتماعات وبنعمل فيديو كونفرنس مع الجميع. لا بالتليفون. حتى النهارده مجلس فيفا برئاسه جاني انفانتينو كان برضو من خلال الفيديو كونفرنس. ما هو سيادتك احنا بنكتفي بالتليفونات. يعني اتحاد الكره ربنا يخليه بيمر على الاعضاء تليفون تليفون. بس الكارثة لو حد فيهم بقى كارت وخط قطع تبقى مشكلة خلي بالك دي مشكلة تمام فهي النقطة كلها لغاية ما أنت بتتكلم المفروض اتحاد كورة وجبت الفار وجبت مش عارف إيه اعملوا بقى بريس كونفرنس بقى بينكم وبين بعض بالبس يعني اتليست يبقى الكلام كده لكن التليفون برضه ناس تتناقش وبتاع لكن هو اجتماعات طبعا ممنوعة لكن أنت بتتكلم أهم حاجة يبقى التنسيق موجود أنا عايز يكون في تنسيق من دلوقتي بالظبط من الاتحاد المصري يبقى في بلان واضح أنا في رأيي الشخصي إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله بعد قرار سيادة الرئيس بنكرمه ايقاف الدراسه وان هو تجمعات مده اسبوعين ان شاء الله ان شاء الله الدنيا هتهدى يعني الدنيا يعني احساس وتفاؤل زي ما قال المهندس فرج الدنيا هتهدى في هذه الاسبوعين رغم الظرف الاستثنائي لكن بجد بجد انا كمواطن مصري انا سعيد جدا 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 باللي بتعمله الدوله المصريه خلال الفتره الاخيره مجهود غير عادي بجد مجهود غير عادي يعني مع احترامي للجميع في اي مكان في العالم اكتر حاجه ممكن تواجهك ايه الفيروس لا ده انت عندك تحديات كتيره ومع ذلك في موضوع الفيروس تحديدا انت من افضل الدول اللي بتتعامل مع هذا الامر ومش مش كلامي ده كلام منظمه الصحه العالميه لا وانت لمسه لمسه في ايه ليل نهار استشهادات واستشهادات داخل المترو استشهادات في الشوارع استشهادات بتنصح الناس بتحذر الناس فبالتالي في متابعه والاعداد ابتدت تقل والحمد لله العالمين النهارده انا شايف المترو كان حتى خفيف شويه الشارع كان خفيف شويه دي حقيقة. الناس ابتدت تلتزم ده في حاجه اهم من كده كمان الصراحه والوضوح في المعلومه ده مهم يعني خلي بالك يعني ايه يعني ده عاجبني بامانه في الحكومه ما تبقى امانه رب يعني ايه لا في خمسه كذا ويخفوا كذا ونعالج كذا ده يخلي المواطن ايه يطمئن ما انت لو ضحكت عليا وسمعت معلومه من بره ولقيت الدنيا مش لطيفه يا عم انت بتقول ايه ده كلام جرايد ده كلام حكومه لكن بامانه معلومه صحيحه بتطلع سواء كتير او قليل الاعداد لكن ده بيريحك بتحس فيه مصداقيه المصداقيه دي 50% منها بتشيل الخوف اللي جواك طبعا. ان في ناس مسؤوله عنك في ناس بتتابعك في ناس عندها القدره انها بتاول باول بتلحقك فده شيء بامانه يحترم يعني تقدير خاص للحكومه بامانه طيب في جزئيه متعلقه هل المعسكرات المتعلقه بالمنتخبات المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي طيب. خلينا في اطار المنتخب الاولمبي لان هو دوره طوكيو طالما اللجنه الاولمبيه الدوليه اعلنت ان هي خلاص في موعدها اكيد هيكون في معسكرات واستعدادات تمام ايه اللي ممكن يتعمل في الفتره دي لو عندك تفصيل او معلومه ممكن تلفل في الفكره دي هو كابتن شوقي طبعا متمسك بالمعسكر بس هو زي ما قلت لحضرتك احنا الحمد لله بس الاسبوعين دول بعد الاسبوعين ده يا استاذ محمد هتبقى الدنيا بانت يبقى ان شاء الله ان شاء الله الحالات
انقرضت إن او على الاقل تقل. تمام. فهتبقى الدنيا ايه تعرف تحكمها. فبالتالي كابتن شوقي يعني حاطط في البلان بتاعه ماتشتين وماتشين وديين اعتقد منهم واحد مع البرازيل اعتقد كان في دوره البرازيل والارجنتين ومنتخب كرواتيا. فهو بس هو مستني برده ده على مستوى العالم الكل مستني اول اربعه يشوف الوضع ايه لان زي ما بقول لحضرتك ايه الحرمه بتعلى من 26 27 الفيروس بيموت ان شاء الله باذن الله تعالى. فبالتالي انت مستني الطقس بس معاك يظبط هتلاقي الدنيا ظبطت معاك. فاعتقد كابتن شوقي ان شاء الله في معسكر ليه باذن الله في شهر 4 باذن الله تعالى يكون الدنيا وضحت باذن الله. وعاوز يعمل كام ماتش ودي برده ان شاء الله تتكلم برده في اولمبياد وحلمنا في ميداليه ده برده يا رب باذن الله ده امل كبير يعني. لا وجيل انا امبارح كنت كمان بحسب الفكره مع الكابتن احمد بلال نفترض مثلا ان البطوله دي لا قدر الله كانت اتاجلت للسنه الجايه ما هي اللعيبه دي السنه الجايه هيبقى سنها طبقا للائحه اكبر مش هينفع تلعب مش هتشارك. تخيل انت بقالك كتير ناس عماله تتكلم اصل رمضان صبحي مواليد 97 مش هيكبر ويوم ما يجي يلعب اولمبياد المقوله اللي بتتقال بقى تبقى بجد يعني برافو عليك مش هينفع بس هو مش هينفع لان الاعمار السنيه ده لازم يغير في اللائحه بغير في اللائحه وده مش هينفع. هم ثلاثه فوق السن مش اكتر من كده. فانت بتتكلم في جيل برضه حلمه امنيته وحقه يشارك في الاولمبياد ده تاريخ بيتكتب اكيد صح؟ صح. فبالتالي لما ده ياخد حقهم والناس تعبت جابت لنا بطوله فرحتنا وبحياتك وتعين اول ما حصل قبل كده فطبعا ده حقهم. فان شاء الله ان شاء الله باذن الله المنتخب الاولمبي هيعمل حاجه كويسه يا رب باذن الله. طيب هعلن على حضراتكم او هاتلوا على حضراتكم بيان اللجنه الاولمبيه الدوليه ان هي بتاكد انعقاد دوره الالعاب الاولمبيه في طوكيو هذا الصيف في موعدها المقرر وذلك على الرغم من التحديات التي يفرضها وباء فيروس كورونا. وقالت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان بعد مؤتمر تليفوني استثنائي مع الاتحادات الرياضية الدولية وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية اليوم الأربعاء إن اللجنة الأولمبية الدولية لا تزال ملتزمة تماما بإقامة دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عام 2020 في تصريحات قبل أكثر من 4 أشهر من موعد إقامة دورة الألعاب الأولمبية. فلا توجد أي حاجة لاتخاذ أي قرارات صارمة في هذه المرحلة لذا فإن أي تكهنات في هذه اللحظة ستكون غير مثمرة. وقال البيان أن اللجنة الأولمبية الدولية تشجع جميع الرياضيين على مواصلة الاستعداد للألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بأفضل جهد ممكن مضيفا أن اللجنة الأولمبية الدولية على ثقة من الإجراءات العديدة التي تتخذها العديد من السلطات حول العالم ستساعد في احتواء تفشي فيروس كورونا. هذا البيان جاء في ظل التكهنات اللي قيلت بخصوص اليابان وعدم استضافة الأولمبيات الفترة اللي جاية لكن إن شاء الله انطلاق البطولة هيكون يوم 24/7 القادم بإذن الله. كلام حاسم لا. وفاصل وواضح. انت كده خلصت كل حاجه. يمكن كيودو دي الوكاله الرسميه لليابان فهي بتنقل حاجه فدي حاجه رسميه. لا كده خلصت. بقول لك اليابان عامله سيناريوهات السيناريو بتاعها ايه يقول لك شهر 7 الصيف داخل الدنيا بتبقى مختلفه انا واخد اجراءاتي وبعدين لسه شهر 7 لغايه 3 فده 4 شهور. ما اقدرش حاليا اقول يا جماعه ما ينفعش خالص الغاء وبعدين بقى لي 4 سنين محترم اليابان عماله 4 سنين تستعد ويقول لك هتبقى دوره ما حصلتش سواء من ناحيه التنظيم من ناحيه الاستعداد من ناحيه الحاجات يعني تبقى جامده جدا. فمفيش في غرض عالم اقول كاس خصوصا ده دي دوري اولمبي يعني كاس عالم. لا اللي بص يا استاذ ممدوح اعتقد اللي حصل في خلال الساعه الماضيه دي قرار فيفا والمجلس الاتحاد الدولي خلص كل قرار الاولمبيه الدوليه قفل الكلام ما اشوفش بعد الحلقه او بكره سين بيصرح صاد بيقول الموضوع اتقفل. ما انا بقول لسيادتك ما حدش قال الغاء خلاص بقى الموضوع اتقفل حتى بقول لك يورو 20 اي حد عنده مصلحه يستنى بقى ونشوف لا اللي جاي اهم للكل بس يعني يورو 20 او كوبا امريكا كما كان بيقول لك ايه الغاء النسخه حاليا من يورو 2020 صح؟ كانت سهله خليها 2024 حينك حين ربنا. كوبا امريكا نفس الحكايه لا وقال لك تاجلها للسنه الجايه ليه؟ قال لك عشان الاجنده هتبقى داخله ببعضها فكده كده لا ناجلها بس سنه مفيش مشكله. اكتر استثنى. حاجه كانت تقلق الناس عقود اللعيبه وفترات القيد طبعا اتحلت واتحلت والفيفا صاحب القرار قال لك ما تقلقش من حاجه دي عندك ودي عندك وعدل المواعيد بس في مشكله غير كده ده حل الموضوع جزئي ده كده خلصت بقى بالنسبه لي بالاضافه الحمد لله زي ما كمهندس اتفرج في بوادر ان شاء الله خير وفراجه والدنيا بدات تظبط والدنيا بتتلم بإذن الله. ففيش داعي احنا يعني نزيد في الزيطه مع الناس. طيب وهنحاول الفتره الجايه ان شاء الله معاكم كده يعني جبنا طبعا المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه هنحاول سواء في الحلقه النهارده او في الحلقات الجايه نشوف كده استطلاعات اراء الانديه في هذه الملفات خاصه بعد قرار فيفا اللي ممكن يتقال قبل هذا القرار كان شيء واللي بعد هذا القرار اعتقد هيبقى شيء ثاني. فهنحاول نتابع ونشوف كده استطلاعات راي الانديه ورؤساء الانديه الفتره الجايه في امكانيه ان يكون في اجتماعات مع الاتحاد المعني لوضع سيناريوهات للمرحله اللي جايه. طيب عايز اسالك على فكره البطوله الافريقيه للانديه مسابقات الانديه
احنا طبعا كنا نتمنى يعني ما تكونش فيه الاحداث دي ونشوف بقى المواجهات القويه الصعبه الاهلي والوداد والزمالك والرجاء. شايف المستوى ازاي والمباريات دي هتبقى ازاي؟ هقول لحضرتك فتره التوقف دي اكيد هتاثر على كل الناس على اكيد طبعا فنيا وبدنيا كتير. انت بتتكلم في ناس قاعده في بيوتها برده مفيش تدريب مفيش كذا فلكن اللي يحدد بقى انت بتتكلم التدريب هيبدا امتى؟ هيبدا كل نادي هيستأنف تدريباته امتى؟ يعني اعتقاد الله يكون فون فايلر طبعا مستر فايلر في الوقت ده هو على الدولتين على الفرق المصريه والمغربيه القرار واحد. انا واخد بالي بس بتكلم على اللي يخصنا احنا في القناه هنا. طبعا فايلر طبعا واخد بالك فالله يكون في عونك. بتتكلم برضه انت ايه هو وصل لفورمه معينه وتيه معينه وشكل معين الاهلي بقى مختلف معاه بامانه ربنا يعني لو سالته فرح هيقول لك يومين ثلاثه لكن مش اسبوعين يعني خليهم اربع ايام مثلا لك انت لكن انت بتتكلم مش اسبوعين كتير على لعيب كوره عنده انت بتتكلم فتره اعداد جديده مظبوط انت بتتكلم في لعيب مريح فهاخده فتره اعداد جديده فنيا بقى وبدنيا وزي حاجات تانية فانت بتتكلم برضو هيبقى يعني لو هيبقى دوري الابطال هو دول اربعه كام اربعه ده اللي يحدد هتبدا انت قد ايه تلعب ماتش او اثنين في الدوري ان شاء الله ان شاء الله ده حد معاك هيطلع معاك لعيبه تاني لو انت بتتكلم بقول لك فتره توقف طويله طويله مفيش تدريب حتى انت بتتكلم تدريب حتى ممنوع تجمع ممنوع مظبوط فدي مزبوط. مشكله كبيره مزبوط. على الفرق على الدولتين انا معاك على الدولتين جميع. على الجنب بس انت برضه بتتكلم ان الاهلي طامح والاهلي كبير والاهلي صاحب رقم القياس فبرضه بتبقى وجعاك انت قوي لان انت بتعود دايما على البطوله وفنان بعد مباراه سان داونز انت واصل لكيرف عالي. ممكن في التوقيت ده اعلى من الوداد الله اعلم بعد التوقف ده والرجوع هيبقى شفت انت عامل ازاي انت في سان داونز عملت ماتش عبقري تكتيكيا عبقري وعرفت تلعب فريق قعدت هنا مع الاستاذ قول معايا مذيع محمد الجندي استاذ محمد الجندي قلت له نفسي سان داونز بيقول لي بقى يعني مش عاوز اسمه ايه دوت انت بتتكلم قبل القرعه قبل القرعه قلت له سان داونز مش عاوز الترجي ولا اسمه ايه التاني بتاع كونغو مازيمبي قلت له انا دول لا مازيمبي هي في ملعبه مزعج بالزبط. مزعج والترجي شمال افريقيا ممكن لكن بيلعبوا كوره فسان داونز فريق جامد قوي خلي بالك من اجمد فرق اقوى فرقه في دور الثمانيه معاك بامانه ده حقيقي بيلعبوا كوره حلوه قوي فالاهلي في الماتش ده وصل لكيرف زي ما انت قلت عالي قوي فانا بقول لحضرتك التوقف ده معاك هيقلقني فنيا بدنيا ولما تلملم من اوراقك وخبرتك وتوصل لعيبه للفورمه تاني انت بتعمل فتره اعداد تانيه دي مشكله بالنسبه للجهاز لو الفني لو التوقف طول شويه مثلا لا قدر الله لغايه منتصف ابريل اكيد هيبقى في كلام على مواعيد دور الابطال دوري الابطال ده لازم. يعني استحاله انت مثلا في مصر اصل الامر متعلق كمان بالدولتين يعني ممكن مصر تستأنف في النشاط ان شاء الله ولا قدر الله ممكن المغرب بتستأنف لا قدر الله تستنى شويه ممكن تستنى شويه حاله اكيد هتبقى الامر بالنسبه لها مش مناسب تمام صح ده وارد جدا انا امبارح سمعت معلومه قال له الكاف بيفكر يخلي دور الاربعه ماتش واحد يبقى في الكاميرون وفي الكاميرون قلت له صعب جدا لان مهما كان انت كده بتعمل يعني محترمي يعني حقوق ناس او حق ناس ممكن يعني انا كاهلي احب اتلعب الارض بفكر في حلول بس يعني اعتقد هتبقى صعبه يعني ده نهائي اوكي نهائي ماتش واحد ده اوكي عليا وعليك ماتش واحد لكن دول اربعه لازم رايح جاي لا بس هي في مفاجاه بقى في الجزئيه دي كل قال لك هيبقى في الكاميرون مثلا ماتش واحد في دوله الكاميرون هي اللي قدمت تقرير طبي وطلبت مع اللجنه الطبيه في الكاف ان البطوله ما تتلعبش امم افريقيا للمحليين طب هقول لك بقى على مفاجاه ثانيه بقى امبارح كاميرون ويب ده موقع كان واخد عنوان انا اذني الكاف لا يزال يهين الكاميرون في تنظيم البطولات معقوله والله في اي اطار طيب بيقول لك جالنا جواب منهم 8/3 موقع من الغاني اللي هو سكرتير عام المساعد انتوني بافو برافو عليك بطالب شروط كذا وكذا شروط طبيه وشروط كذا ودي اهانه لينا واهانه للكبداء الكاميروني وانت في كل بطوله كبيره تيجي تذلونا كده انا التقي هذا بعت لك حتى بعت لك على الايميل يا ريت عملت الاراء فالعنوان ليه بقى قال لك وانت كل كان اب بيكلم ابنه يبقى انت كده ترجمت لي المعلومه يبقى الكاميرون هي صاحبه القرار في عالم استضافه البطوله ان هي مش عايزه ناس تيجي من الخارج تزود اصابات الفيروس لان الثلاث حالات اللي عندها جايه من خارج الكاميرون برافو عليك فكاتبين تقرير انا ما بقتش امسك نفس وانتوا بتجذلونا ليه وانتوا كده ما فيش سيمي فاينال ماتش موحد اكيد استحاله اكيد كده بنستقرى الاحداث استحاله استحاله هو النهائي كفايه قوي والنهائي بقى اعتقد في شهر 5 او حاجه 29/5 فلسه فيكون ربنا سهل الدنيا رايقت لكن كام دول اربعه لا صعب جدا انت بتتكلم بقول لك في دوله بعت لها له ده شروطنا الطبيه وشروط فنيه فمسكوها بقى قال لك انت كل بطوله بقى تيجي تذلنا واول العنوان كده قال لك هو بالفرنساوي كاف انكور
إيميلي لو كاميرون، الكاف لا يزال يهين او يذل الكاميرون. كل بطوله تيجي تقول لنا بقى اعملوا كذا واعملوا كذا وناخدوا بطوله كذا، وبطوله تشان هي بطوله محليين عشان الغوها، لا الغوها احسن الغوها. ده كان اب بيكلم ابنه وبيمنع عليه اوامره. فين الكبرياء الكاميروني؟ طخ طخ طخ. الصحافه في افريقيا اتطورت كتير قوي. الصحافه في افريقيا اتطورت كتير. لا لا اصل خلي بالك هم بيطلعوا على الصحافه الفرنسيه والانجليزيه فدول فنانين في الكتابه، اللغه والكتابه والانفرادات بقت قويه. دول يا استاذ محمد يعني لما بتطلع انت على ثقافه الاخرين انت بتزيد. طبعا بستفيد بالظبط كده. فانت بتقرا عن الناس دي فتلاقي معلوماتك بتزيد، بيديك فكره عن وزي ما قلت نيويورك تايمز عامله بتاع لك ايه جيمز اوفر كده يعني على اللعبه اللي فات من القطر من اوروبا وديك من اسبانيا ايطاليا في 7 دقائق. لا في تاشيره ولا في ولا حاجه قطر يعني انت بتعدي في اي حاجه. لكن لما اروح مع دوله لا نقطه لا ولا جمل، انا ككاميرا اروح اشجع مين؟ الاهلي ان شاء الله او الزمالك لو صعد ازاي يعني هشجع مين؟ ساعتها بقى نطلع نقول لك الكاميرون كلهم اهلاويه ان شاء الله. ان شاء الله. لا والله باذن الله. انا بتكلم يعني ده ما كانش، انا مش حابب ده لان افريقيا مختلفه. طبعا ليه؟ طبعا بقول لك انت بتروح الكاميرون، طب مين هيشجعك؟ وبعدين كام الجمهور هيبقى موجود؟ انت كخايف خسران والملعب بيسع 50,000. اتس اوكي. هيتملي بقى بمين؟ من هيتنا اللي كان اللوجيك ان استضافه ملعب رادس للفاينل ده بين مصر والمغرب. برافو عليك. ده اقرب حاجه، يبقى ده جميل جدا. يبقى رادس قريب من المغرب وطول مصر. يا سيدي ماشي. مره مثلا سي مثلا اختار هنا مثلا سي مثلا تعمل قرعه مثلا سي بتاعت مثلا مصر، المره الجايه مثلا البطوله اللي بعديها كذا، يبقى انت ضامن نجاح جماهير وحدود جماهير. نجاح تعملها في الهو في الصحراء. كم من الافضل ياخد القرار ده من قبل ما تبدا البطوله زي ما بتعمل اوروبا يا فندم؟ ولا الفكره انا في حد ذاتها اصلا مش متاحه في افريقيا؟ مش متاحه خالص يا استاذ محمد. ما فيش مقارنه يا فندم، ما فيش مقارنه. اقول لك انت اوروبا تدفعها كلها ساعتين تطلع من اسبانيا على ايطاليا على هولندا وانت قبل ما تخلص كيس الليب اللي معاك. لكن انت بتتكلم في افريقيا يا سيادتك، انت بتاخد 80 ساعه عشان توصل لافريقيا. انت عشان تروح على افريقيا تاخد 8 ساعات مظبوط؟ ولو كمان مش في العاصمه بتاخد كمان ساعتين جوه. لو انا غلطان او رايح بريطانيا معرفش رحت فين، تاخد ترانزيت في اثيوبيا وبعدين تنزل فين. انت بتلف لفه جامده. ده ما ينفعش عندك. اللي ينفع عندك اوكي لو انت دوله قريبه من بعض. عارف لك عملها في السودان ربما كان اهون على السودان جنبينا. السودان ما قدمتش. ما انا بقول السي مثلا لكن انت حديفه في حته بعيده زي ما حدفت في افريقيا في 94 وما كانش في جمهور. حتى الفريق الكسبان ما حسش بالفرح، ما حسش بالبطوله غير لما رجع المطار. بس ده بقى المستني ده. وانت كاتحاد افريقي هتكسب ايه؟ فين حقوق الرعايه؟ فين فلوس البث؟ مين هيجي يعني مين ما يتفرج عليك؟ ما هو برضه كلام مش منطقي. فاعملها على الاقل يا سيدي دوله قريبه من دولتين زي ما قلت كده، يا اما رادس تونس يا اما السودان تبقى جنبك تبقى الدنيا لطيفه وهو ماتش واحد طالما الفكره في ملعب محايد بس. لكن تقول لي اوروبا؟ لا اوروبا ايه؟ اوروبا ايه؟ في لا في فندم ما فيش مقارنه. ما تقارنيش. انت بتتكلم بقولك في قاره تلفها في ساعه. حد بيبعد عن فكره ان ما يحصلش نفس الاجواء اللي حصلت في النهائي اللي فات؟ النهائي اللي فات ده مين السبب فيه؟ ما هو الكاف. ما هو برضه عدم نظام الكاف. ده لسه القضيه شغاله على فكره. ما هو يا فندم ما ينفعش اشغل فار في دوله واقول الفار اصل كانت فيشه بتشاله، اصل الكهربائي ما جاش. الجهاز ما جاش. الجهاز ما جاش، الكهربائي ما صلحش الجهاز. الراجل اللي بيصلح الكهرباء عندنا ما جاش. ده كلام محترم؟ لا طبعا. فانت بتتكلم اتجنب ده يبقى الحاله دي هتقول للدوله هتنظم في نظام تاني كل لو حصل غير كده سيادتك تعتبر مهزوم. انت مسؤول قدامي صح ولا غلط؟ ما هو كفه واحده او سيادتك اختار دوله قريبه من الفرق اللي طالعه او سيادتك محترمي لحضرتك اختار من الاول مدينه سي مثلا اختار القاهره مثلا يعني. فهيجي هتقول لي ممكن يجي بتاع جنوب افريقيا ولا يجي بتاع كذا. بس القاهره دوله جماهيريه يعني فيها جمهور فيها كذا. تونس نفس الحكايه، المغرب. لكن رحت بعتني الكاميرون محترم الكاميرون. بس انا بتكلم على النطاق الجغرافي والنطاق الاقتصادي والظروف. وتسحبت بالكاميرون 2019 ليه؟ ما عندهاش تسهيلات. انت جاي تديها نهائي دوري افريقيا وان جاي كاس افريقيا المحليين اديك لغيت. ده هي الكاميرون انقذت الكاف بتقديم طلب استضافه الفاينل لان هو ما كانش عايز يروح المغرب وما كانش عايز يروح تونس عشان ملعب رادس والاحداث اللي حصلت. فالكاميرون كانت طوق النجاه. والبركه ساعتها كانت في صامويل ايتو بصراحه، كان المستشار الرياضي للرئيس الكاف، فكان ليه دور كبير جدا في ان الكاميرون تقدم عشان تنقذ الملف. حلو جدا. في الحاله دي يبقى انت سيادتك يبقى في فريق كاميروني على الاقل موجود، لكن ده مش موجود. مفيش بقى كاميرون يا ويندي خلاص كان في العصور الذهبيه هو عشان تقودوكم الفرق الكبيره. كاميرون كانديه خلاص بالظبط كله محتفل بره وغانا نفس الحكايه. استاذ ممدوح فهمي نورتني وشرفتني وسعيد جدا بالحوار معاك ودايما بتسري الحياه الرياضيه. ربنا يخليك ومرزوق معاك. ربنا يخليك محمد، شكرا. كل سنه طيب. الله يخليك وحضرتك طيب. حلقه كانت مهمه جدا لان وضعنا النقاط على الحروف بالنسبه للمرحله الجايه.
والقرارات او المعلومات اللي قلناها مش قراراتنا ولا معلوماتنا، لا دي قرارات مجلس فيفا بقياده جياني انفانتينو وتوصيات وقرارات في بعض الامور الحيويه والاستراتيجيه بالنسبه للكره الفتره اللي جايه، واللي هيطبق على العالم هيطبق على مصر. فبالتالي الجهات المعنيه كاتحاد الكره كالانديه تبدا تشتغل الفتره الجايه على وضع السيناريوهات عشان لما ان شاء الله تكون الامور متاحه ومواتيه لاستئناف النشاط نبقى على ارض صلبه وعارفين بدايتنا من نهايتها، عشان ما نتفاجئش باي حاجه او يطلع حد يقول لك اصل لعبت بره، اصل الدوري مش هينفع يتلعب دلوقتي، لا اصل ادي شهر على ما الانديه تستعد، فتحصل زي ما بيحصل كل سنه مشكله وحوار من لا شيء. فيفا حسم الامر واداك خريطه الطريق للمرحله الجايه، وهيساعد الكل في تعديلات فتره القيد، في دعم الاتحادات اللي ممكن تتاثر اقتصاديا، في تغيير الاجنده والمباريات والمواعيد الفتره الجايه نتيجه هذه التعديلات اللي حصلت بسبب انتشار فيروس كورونا. اعتقد الامر اصبح واضح امام الجميع، وعلى الجميع ان يبدا العمل من هذه اللحظه عشان الفتره الجايه ان شاء الله الكره المصريه لا تتاثر باي احداث حاليه او حتى مستقبليه. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، والتقي بكم على خير ان شاء الله في حلقات اخرى قادمه من برنامج الاهلي الليله. شكرا والى اللقاء.